أنا بدي أعترف لك بخطأ كتير كبير يا بنتي. أمك وأبوكي أنا قتلتهم. بس تذكري إنه السيدة شوليا هي الوحيدة اللي عندها الحل. أنا مضطر أعمل أي شي بتطلبه مني لأنقذ حياة حفيدي، وشوليا الوحيدة اللي فيها تساعدنا. مين بدك تقتل؟ هالمرة شيرمين. كيف بدي خليك تقتل أمها لزهرة؟ كيف؟ أنا تواصلت مع أشخاص من معارفي اللي برا، وإن شاء الله منلاقي متبرم. لا ما بقدر. ماما بدنا نروح حبيبي. لوين؟ تعال يلا البيس بوطك. يلا يلا تمام، رح جيبوا السيارة، صارت على الوصول. أمي نحن ليش جينا لهون؟ جينا لعند جدك حبيبي. لو سمحت سؤال. تفضلي. أنا عم دور على المحقق بايرون. خيال، شو أخبارك ابني؟ أنت منيح؟ أنا منيح بس مشتاق لك كتير. جدي رح تتصالح مع أمي؟ القرار عند أمك. ممكن نحكي شوي؟ هلا عن جد شوليا بتقدر تنقذ ابني؟ هي انقذت طارق. اذا بدي وافق على هيك شيء لازم اكون متاكده 100%. هي مره قويه وفي عندها معارف كتير. اذا في حدا بيقدر ينقذ مراد فهو شوليا. اذا عملنا هالشي هي رح تلاقي القلب اللي بده اياه مراد. فيك تكوني واثقة من هالشي. طيب بلكي هي تراجعت، بلكي غيرت رأيها مثلا. إذا شو اللي قالت رح تعمل هالشي حتعمله، ولو بدها تغير رأيها وتتراجع ما كانت أنقذت طارق. أنا بكرهك كتير، ما عم صدق إني مضطرة أعتمد عليك بس مشان ابني. ولك أنا هلأ قرفانة من حالي، حاسة حالي ما بفرق عنك شي. طيب إمتى رح تطلع؟ بكرة الجلسة. أوه يا ربي، شو رح تعمل هديك المرة؟ أول شي بدك تنقذ ابني. وبعدين لكل حادث حديث، عم تفهم؟ اللعبة اللي جابتها خالتي هاندا كتير حلوة، كتير بحبها لخالي هاندا، هي حدا طيب كتير. ايه والله هي طيبة. امي رح تطلع عن قريب، رح تكون جنبي.